اهلا بحضراتكم مره تانية. دلوقتي هنروح لملف تاني، لانه الحقيقه الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحه النهارده التقى اللواء الركن غانم ابراهيم الفضاله مساعد رئيس هيئه الاركان البحريني للعمليات، وده كان على راس وفد رفيع المستوى بيزور مصر حاليا. المتحدث العسكري قال في بيان رسمي ان اللقاء تناول عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكه والتعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات في شتى المجالات العسكرية. الفريق محمد فريد أكد إن على حرص القوات المسلحة المصرية على الارتقاء لأعلى مستويات التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية، بما يعود بالنفع وتبادل الخبرات من خلال التدريبات المشتركة بين البلدين. من جانبه أعرب مساعد رئيس هيئة الأركان البحريني عن امتنانه للقوات المسلحة المصرية وجهودها للحفاظ على الأمن القومي العربي والاستقرار بالمنطقة، وأكد الدعم الكامل وتضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر قواتها المسلحة في كل ما يحفظ الأمن القومي المصري والعربي. بعدها يعني عايزين نتكلم على انه نفذت احدى وحدات القوات البحريه المصريه وهي الفرقاطه السويس وفرقاطه اسبانيه تدريب بحري عابر في قاعده برنيس البحريه بنطاق عمليات الاسطول الجنوبي بالبحر الاحمر، وده بيتم في اطار خطه القوات المسلحه لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقه. التدريب كمان تضمن تنفيذ عدد من الانشطه التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في جنوب البحر الأحمر وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري والأسباني بما يتوافق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار. التدريب ده هو الثاني من نوعه مع البحرية الأسبانية في فترة زمنية وجيزة، وبيتم للإسهام في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الأسباني وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية و الإسبانية. لازلنا برضو في نفس الإطار. المتحدث العسكري النهاردة أعلن أنه في إطار استمرار تحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة بالدولة، تم توقيع عقد بين الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة حسن علام للإنشاءات لإنشاء مصنعين جديدين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية في منطقة البرولوس في محافظة كفر الشيخ، وده بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد بين الطرفين. أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء أهمية المشروع في تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء بالإضافة لخلق فرص عمل للشباب المصري للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في محافظة كفر الشيخ والدقهلية وكمان في دمياط. دلوقتي هنروح لتقرير من وزارة الداخلية عن تنفيذ عدد من الإزالات التعديات على أملاك الدولة وكمان استهداف عدد من بؤر المخدرات. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. في إطار ما توليه الدولة من أهمية خاصة لإزالة كافة التعديات على أملاكها والأراضي الزراعية والتصدي لمافيا البناء العشوائي، تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية بهدف تأمين قرارات إزالة تلك التعديات بالتنسيق مع الجهات الإدارية والتنفيذية المعنية إعلاء لمبدأ سيادة القانون، كما يتم التعامل بحسم مع مرتكب تلك المخالفات وفقا للقانون، ويأتي التعامل بحسم مع تلك التعديات بعد أن استغل البعض انشغال الدولة بمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا لترسيخ أوضاع غير قانونية سواء بالبناء العشوائي أو التعدي على أملاك الدولة. وتقوم أجهزة وزارة الداخلية يوميا بتأمين تنفيذ إزالة المئات من تلك التعديات وتسويتها بالأرض، وهو ما يمثل رادعا لكل من تسول له نفسه مخالفة قوانين البناء أو التعدي على أملاك الدولة. مع خيوط الصباح الأولى انطلقت حملة أمنية مكبرة شنتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني ومشاركة فاعلة من قطاعي الأمن العام وأمن الجيزة والإدارة العامة للعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة. استهدفت بها إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة يقوم على إدارتها عناصر تشكيل عصابي بنطاق دائرتي مركزي شرطة كرداسة وأوسيم بالجيزة، ومتخذين من الأراضي الزراعية المجاورة لمساكنهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي والهروب بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية. لكن دقة الرصد والتحرك السريع أدى إلى مفاجأة تلك العناصر في أوكار اختبائهم، فلم تتمكن من الفرار وأمكن ضبطهم بعد أن شل عنصر المفاجأة حركتهم. كما واصلت القوات تمشيط الأراضي الزراعية بهدف ضبط كافة عناصر التشكيل والمواد المخدرة، وهو ما نجحت فيه، حيث تم ضبط المواد المخدرة التي تم إخفاؤها داخل الأرض وكذلك أسلحة نارية، وأمكن ضبط 16 أسطوانة لمخدر الهيروين تزن 4 كيلوغرامات وكمية كبيرة من ذات المخدر مجزأة ومعدل البيع تقترب من 3 كيلوغرامات. كما تم ضبط بندقيتين آلي وبندقيتين خرطوش وعدد من الخزن الآلية وطلقات نارية متنوعة و23 هاتفا محمولا ونظارة ميدان و3 موازين حساسة و5 درجات نارية وقرابة 209,000 جنيه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون ونصف المليون جنيه.